لو كانت كنت في مكان جمل بالماضي، شكون هي الاسماء اللي تعيط لهم؟ نبداو بالحراسه. حراسه المرمى شفنا تالق موندريا، نسحق موندريا اضافه الى زغبه وبنبط. حراسه المرمى خاطش ادى موسم رائع مع اتحاد العاصمه ومازال يؤدي في موسم رائع ورغم تالق. ظاهر ايمن عندنا كيفن قيطون واضافه الى سعد طارق اساسي. قلب الدفاع عندنا كل من عيسى مندي وبن سبعيني اضافه الى زين الدين بلعيد وطوبا. ظاهر ايسر غلام وايت نوري اللي يلعب في ولفرهامبتون. وسط الميدان عندنا عودة بن ناصر اللي راه ولا في فريق الميلان وراه شارك بعض الدقائق حيث يكون واجد. بن طالب في غولي شايبي اضافه الى ادم الناس. وتاسفنا كثيرا على غياب حسام عوال اللي قبيل الكان بشويه تعرض الاصابه. الهجوم تاعنا يوسف بلاي لبغداد بونجاح امين قويري رياض محرز وادم الناس.